كل ما غطى الرأس مما يشق نزعه أو يخشى الضرر بنزعه فيجوز المسح عليه. ونذكر فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذ قال: أما القبع قبعة فيقول رحمه الله يجوز المسح عليها، وذلك لأن المسح عليها ليست العلة فيها المشقة أي مشقة النزع، وإنما يخشى الضرر إذ إن الرأس يعرق ولا سيما في شدة البرد فيتضرر الإنسان بنزعها. وسئل عما يسمى بالطواق والشمق قال إنها لا تدخل في ذلك، وعدم دخولها واضح، وذلك لعدم وجود أي علة من هاتين العلتين المذكورتين سابقاً.